ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجيعة، نتواجد حاليا بالمقر المركزي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. هذا الحزب يستضيف اليوم أحد أبناء الصحراء، السيد معروف بالخير البشير، رئيس جمعية أبناء الساقية الحمراء واد الذهب. سي معروف، سعداء أن نستضيفكم في مساء الجيعة. غالبا ما نستهل حواراتنا الصحفية بنبذة عن الشخص المحاور، كيف تقدمون نفسكم لقراء جريدة مساء الجيعة؟ نشكركم بعد اللقاء اللي احنا اليوم فيه، ونشكر كذلك الحزب الاتحاد المغربي الديمقراطية اللي استضافنا اليوم عنده مدينة الرباط. طبعا معروف بالخير البشير، رئيس جمعية أبناء الساقية الحمراء والذهب، من مواليد المناطق الجنوبية مدينة العيون، من الشباب اللي كان متحمس للقضية الصحراوية بالدولة الصحراوية، وكنا مآمنين بقضية الصحراء. وطبعا توجهنا للمخيمات تندوف، يعني بعض الشباب اللي قدم زيارة هناك مخيمات تندوف، وكنا نمشي ونجوا بين المناطق الجنوبية ومخيمات تندوف. إلى بعد 2009 تمركزنا هناك في المخيمات، وخدمنا في عدة وزارات هناك في المخيمات، وخدمنا في مع العديد من الوزراء هناك في المخيمات. بعد ممارسة السياسة داخل المخيمات، ومشينا نتأكدوا من اللي هاي الفكرة اللي كنا نتواجهوا في مسارها، نتأكدوا منها ومشينا للمخيمات. بعد ما تبين وضاح لنا عن هاي شنو نقدروا نقولوا عنها، مسرحية ولا نقدروا نقولوا عنها لعبة سياسية ممنهجة من طرف الدولة الجزائرية اللي استغلت أهالينا واستغلت المواطنين الأبرياء لمدة 40 سنة من التشريد والويلات والجحيم اللي ما يقد حد الإنسان يعيشه. كان راكم الحمد لله يعود مشاهد كامل يسمع درجة الحرارة اللي تلتحق هناك في تندوف، عنها ما تقد الإنسان يعيشه، اش قال ما يقد الحيوان يعيشه، اش قال البشر. ومارسنا، نعم جينا فم ومارسنا سياستنا وقرينا فم وتواصلنا مع العديد من المجتمع المدني الصحراوي في المخيمات. وش لا نقول للصحراويين كيف كيفهم عنا، منين تبيننا هاش عرفنا عن نعم. ما خالق تقدم. نعم نعم سي معروف، انت المسار ديالك مسار غير عادي، انت شاب، مسار ديالك يبدو بانه غير عادي، درستي هنا في العيون حتى المستوى ربما السادس، ومشيتي لتندوف، من تندوف مشيتي لكوبا، يعني هذا المسار ديالك فهمتي، لو تقرب المشاهد او القارئ منه اكثر، او الجحيم اللي عشتيه وتتعيش الساكنه تمايا، فهمتي، تشرح لهم الويلات اللي عانيتيها. طبعا نبغي نقول للمشاهد عنا عشنا مأساة إنسانية، عشنا مأساة وجحيم في المخيمات، وعاشوهم اللي الناس اللي كانوا مسابقنا، غير نحن الشباب اللي الحمد لله الشباب عندنا فكر مشينا بفكر تحرير، فكر. ومنين جينا للمخيمات ما هو ذاك الفكر اللي أنا نجبره، جبرنا فكر ثاني، جبرنا، إذا كنتم من المغرر بكم، كنا مغرر بنا. نعم. وطبعا لازال الحمد لله حتى دول المشاهدين طبعا اللي يعودوا يشوفونا دريك صحراويين، نبغي عنهم يعودوا يتمناوا من المخيمات يشاهدوني. اليوم نوصل رسالة، كيف يعرفوني؟ ماني جايب رسالة مزورة، والله عني جايب رسالة الحمد لله من الناس اللي كنا فم في مخيم الرابوني، وكنا كان نشتغلوا مع الوزارات، فم الوزارات في الرابوني، وتبين عن هاي المأساة لا بد نديروا لها حد. نعم. عنا نديروا لها حد، ما نتموا ماشيين مسار نزيدوا عام ورا عام ورا عام، إلينا يخلاو اهلينا، فما اهلينا في المخيمات يخلاو ويذراو، هما كاع خلاو وذراو، ما نقدو حنا نزيدو بهم الى الامام. نحن كشباب وكالشباب اللي يسمع فيا دريك، بانه نطلب منه انه ينهي هاي الماساه نهائيا، انه يوقف البوليزاريو عند حدها، ويوقف الجزائر عند حدها، ويوقف كذلك الامم المتحده عند حدها، يوقفهم ويقول لهم عنا كفانا من التشريد، وكفانا من الويلات، وكفانا من الجحيم. وكذلك اذا كيف هو السبيل كما قلت لإيقاف هذه المأساة؟ السبيل هو انتفاضة الشباب،
انتفاضة شباب، الحمد لله راكم الحمد لله تسمعوا راي في المخيمات، الانتفاضة اليومية صارت انتفاضة المخيمات. الشباب فهم وعى بالفكرة وعى بأن هناك تلاعبات وعى بأن الحمد لله العالم كامل ذلك يخرص أن هاي قاعد بجبهة البوليزاري هذا الدعم وهذه المساعدات اللي تجي عند المنظمات الدولية بأنها صارت تجارة بين الموريتانيين وبين الصحراويين في المخيمات. عاد البوليزاريو تجلب ذوك المساعدات واستغلها في غرضها هي الشخصية. الحمد لله نعرف عن قيادة البوليزاريو راك ما تمشي لبلاصة، تمشي لموريتانيا وتمشي لاسبانيا ولا تمشي لبلاصة تلقاهم بناو قصور. حتى احنا هنا حتى هون في هون في المملكة المغربية بناو قصور، بناو على ظهر ذوك الصحراويين يعني المواطنات اللي صاروا ضحية. ضحية نعم نعم سي معروف، انت شحال دوزتي في مخيم الرابوني؟ انا راني تيبان لي بانك مجموعه من الصور الشخصيه اللي جمعاتك مع القياديين ديال البوليساريو والسي عبد العزيز، مجموعه من الشخصيات كذلك وزير الدفاع وكذلك الوزراء، كاين البخاري، كاين صوره الوزير الدفاع، نعم، وابراهيم حتى بعض الاجانب. غاني نعم بعض الاجانب، نعم اللي كان تجمعني. لو تعلق لنا مثلا على هذه الصور مثلا. انا كنت اشتغل موظف، نعم موظف في هناك في المخيمات، اشتغلت في وزاره التعاون واشتغلت كذلك في وزارة الأولى واشتغلت كذلك في كتابة الدولة للمياه. نعم. وكنت من الناس اللي رافقوا الوفود، كنا رافقوا الوفود الأجانب يكونوا، كنت صراحة كنت مقرب من القيادة جبهة البوليساريو بكل صراحة. نعم. بأنني كنت مع ناس القرار هناك في المخيمات. نعم. وبعد ما تبين لي عنده كامل كان سمعنا تم في هذا الناس تاع القرار، ما يقد يجيني مواطن عادي يقول لي، كنت كان اسمع من ناس القرار منين سمعت منهم واستخلصت عن هذه القضيه اللي احنا فيها ما عندها حل. اخترت نكونوا احنا شباب، نعم، وشباب واعي شباب صحراوي، نكونوا جمعيه توقف هاي المأساة وتوقف هاي هاي الرحله الماشيه ما عندها نهايه. نعم نعم. كم عدد الاعضاء في هذه الجمعيه اللي المقر ديالها تتواجد تما فين دور؟ في تفاريتي مقر تاعنا. نعم. هذه جمعيه محظوره بوليزاريو. نعم. لم تسمح لنا بالترخيص هذه الجمعيه، قالت انها جمعيه تنتمي للمخابرات المغربيه وانها جمعيه عندها علاقه مع المخابرات المغربيه، واحنا ليست لدينا اي علاقه مع المخابرات المغربيه، احنا جينا المجتمع المغربي. نعم. فتحوا لنا ابواب المجتمع المغربي كي يعرف الحمد لله، وزينا العديد من المنظمات اللي منهم المنظمه الديمقراطيه للدفاع، الدول المواطنه للدفاع عن الوحده الترابيه، فهمت. نعم. رئيس مصطفى عياش، نعم، فهمت، كانت حتى هي الحمد لله كانت دائما تساندنا ودارت معنا ندوات ودارت معنا، ونشكروها حتى هي في كمجتمع مدني. نعم. خصوص الجمعيه، بان هاي الجمعيه قالوا كما قالوا هما تعرف قالوا عنها تابعه للمخابرات المغربيه وكذا، احنا ليست لدينا اي علاقه مع المخابرات المغربيه، نحن مع المجتمع المدني، مع المواطن المغربي. نعم. المواطن الكادح، المواطن الحر المغربي. نعم. جبنا له رساله، حاملين له رساله من اخوته اللي كاينين في المخيمات باش هاي الرساله تاثر في الشعب المغربي ويناشد المنظمات الدوليه ويناشد الامم المتحده اللي تدعي انها حتى هي وصيه على قضيه الصحراء. وش نقول لك عن جمعيتنا، خاضت العديد من المضايقات والعديد من الانتهاكات حقوق الانسان الجسيمه، وكان جميع وقفاتنا في المخيمات تتحدان جبهة البوليزاريو والمخابرات الجزائريه. نعم. وتم اعتقال العديد من الزملاء في النشاط السياسي، اعتقالهم وتشريدهم عن اسرهم. نعم. ورميهم في زنازل الاعتقال كالسجن الذهبيه وكالسجن الرشيد، وتعذيبهم نوع من التعذيب لا يوصف. نعم نعم سي البشير، الزياره الاخيره للامين العام للامم المتحده بان كي مون لتندوف كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس وتلتها مسيرتين استفز مشاعر المغاربة والصحراويين، وكانت مسيرة في الرباط ومسيرة في العيون. أنت كفاعل مدني كيف واكبت الزيارة ديال بان كي مون؟
بخصوص زيارة بان كي مون، نحن كنشطاء حقوقيين صحراويين لم نشف ما شفنا فيها أي مستجد بأنه هو كشخص دبلوماسي خلى غلطة سياسية أو خلطة دبلوماسية بأنه ما كان يقد يقول هذا الكلام، كان يقد يجيب مسائل مفاوضة تفاوضية مسائل به. هو مشى قال في منطقة عسكرية للبوليزاريو وصرح تصريح. احنا كنا نتمناو من الامم المتحده ولا بان كي مون انه يجيب لنا حل ينهي المأساة، ما هو انه يعقدنا الامور. والحمد لله الدوله المغربيه هذه ما اثرت عليها في شيء. هاي الكلمه اللي قال الامين العام ما اثرت بها، لان المغاربه